طيب نروح بقى مع حضراتكم لموضوع تاني خالص ولقطة لطيفة جدا. كلنا أكيد تابعنا أو سمعنا عن البنوتة الصغيرة اللي حصلت على قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة منتخب بلاده أمام أيرلندا. بنوتة عندها 11 سنة اقتحمت أرضية الملعب أثناء المباراة وجريت ناحية رونالدو اللي طبعا حضنها وقدم لها التيشيرت بتاعته. واللي حصل بعد كده بقى وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، البنت اللي عمرها 11 سنة واللي بالمناسبة اسمها أديسون ويلن قالت ان هي تعرضت لغرامه ماليه بقيمه 3000 يورو بسبب اقتحامها لارضيه الملعب، وقالت والدي سيدفعها. اكيد والدتها قاعده بس تفها طول اليوم، يعني اللي هو رونالدو وسنين رونالدو ما تقليش بعد 3000 يورو يا نهار ابيض. المهم بتقول ان والدها هيدفع هذه الغرامه، ولكن هي اكدت ان الحصول على قميص رونالدو يستحق هذه الغرامه الكبيره، وقالت ان والدها سيكون مسرورا يعني اذا تقدم اي شخص اخر بدفع هذه الغرامه ويبقى يقابلني الوالد. مين هيروح يعاتب على 3000؟ لا لا ممكن على فكره تلاقي بس يعني انا ما يعني مش عارفه هل الموضوع كان يستاهل للدرجه دي ولا بتبقى قوانين برضو ولازم عشان كمان ما تتكررش تاني يعني عشان ما حدش برضو يتاخد الجلاله او كريستيانو وتيجي نازله او يجي نازله كده مش هيخلصوا الجماعه.